شوف المهم ابراهيم عضو المكتب الوطني النقابه الوطنيه للصحه العموميه. في الحقيقه هذا الاعتصام ديال اليوم كيجيو الاعتصام ديال 4 شهور اللي كنا درنا مع المديره الجهويه ومطالب في جميع المستويات، مستشفى سعاده، المراكز الصحيه، ومستشفى بن زهر، ومركز ديال تحقن الدم. وكانت المديره الجهويه وقعت معنا محضر، ولكن تبين لنا احنا من بعد بان التنفيذ ديال هذا المحضر في يد المندوب وفي يد المدير. الان كنجيو كنعتصموا في المندوبيه نطالبوا بتنفيذ كل ما جاء في هذا المحضر الاجتماعي، لانه لا يعقل اننا احنا كنديروا اعتصام ديال 4 شهور وفي الاخر كتوقع معنا المديره محضر، وفي هذا المحضر كيبقى شهرين ولا 3 شهور هذه وهو بقى ما تنفذ. المشاكل دوك الا جينا نشوفوا المراكز الصحيه، المراكز الصحيه فيها غير البنايات. دوك منذ 4 سنين هذه ما تزاد حتى حاجه في شي مركز صحي. انا نعطيكم بزاف د الحوايج، غير الجو ديال مراكش، لا في البرد لا في الصيف. واش يمكن في هذا البرد تجيب ولد الله تزاد بغيت دير ليه الجلبه في مركز صحي؟ هذا يعقل؟ اشنو الطلب ديالنا حنا؟ كنقول لهم ديروا مكيفات لدوك الوليدات الصغار ماشي الموظفين. كنقولوا لهم جيبوا الادويه للمرضى ماشي الموظفين. ان جميع الطلبات اللي كنطلبوا حنا في المراكز الصحيه هي عندها علاقه بتحسين ظروف الاستقبال والايواء ديال المرضى. علاش؟ باعتبار ان حنا موظفين، حتى حنا كنمرضوا كنمشيو للمركز الصحي. ثانيا هذاك مستشفى سعاده، هذاك مستشفى سعاده كلها موسوعه، كلشي الناس ديال مراكش عارفين ما يقع في مستشفى سعاده. فلحد اللحظه اللي كنهضر معكم حتى حاجه ما دارت في مستشفى سعاده، الا انه بلغنا في الايام الاخيره شي جمعيه خيريه جاو صايبوا الضو بعدا في الجرده ديال مستشفى سعاده. على الاقل الان الناس بالليل كيقدروا يتجولوا من السيرفيس للسيرفيس بلا مشكل. مشكل تحقن الدم هذا مشكل مفتعل، فمشكل مفتعل اجرنا حنا كنقابه مشينا للقضاء، والان كتصدر امر ديال المحكمه الاداريه كيلغي قرار ديال المديره الجهويه. هذه المديره الجهويه اللي كانت في الاول بغات تعسف على مديره ديال المركز اللي هي 4 سنين وهي مديره، فكيف يعقل واحد 4 سنين وهو مدير والان كتوصفه بمدير بالنيابه؟ فهذا عبث. حنا نعتبر بان المسؤولين اللي مكلفين في هذه البلاد على قطاع الصحه انهم فاشلين، وان الفشل حنا كنبينوه وراه باين على ارض الواقع، وراه سيدنا قالها، قال لك اللي ما بغاش يشتغل يرحل. والسلام عليكم.